Yeah.
كل الناس بيضحكوا في البيت، بمعنى نحن بنقول الله نمو بتاعه موجود في هذا البيت. وانا بقول النهارده ما في جنة بكون كويس بدون زول القبيله الرباو زي دانيال. دانيال قدر يوصل للوقت ده عشان امه وابوه ربوه تربيه صحيح وقرا ووصل مكاننا الليله ده، مشى قطع المسافه البعيد وجفى بيه. نفس الشيء الويل اتربت من امه وابوه دين ميلوا ولونه دين، هم ربوه وخلوه يجي في محل ده ويخلي ابيه ويمشي لشلو. نحن بنقول البيت سفير، البيت لما يمشي لكم هي بتكون سفيرة لكم هناك. نحن بنطلب منك يا الله عشان ما انت تنور عقل بتاعته، عشان ما هي يقدر يمشي يفهم كيفية الشلوك بيعيش وكيف احترام الشلوك بكون، كيف الانسان بكون قاعد في البيت مع ابوه وامه واخواته واخوانه. انت تخط اللمسة ده في قلبه وتخط اللمسة ده في اخوات دانيال وام دانيال وخالد دانيال وعمد دانيال، انهم هم يمسكوا الوالدة بيدينهم العشرة يعلموا حياة بتاعت الشلوك، انه نحن في شلوك بنعيشوا كده 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 على الاسس المحبه. نحن دايرينك الليله يا رب عشان ما تكون دائما ابدا معنا هنا. كل الانسان اللي جاء الليله ده تعالوا كون معه والمسا ما يحضروا العرس، فده بدايه الليله يوم 14 قريب يا رب. نحن بنطلب منك اياه وقائلين ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك
لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. إنها هي تبارك شيلة بتاعت الويل، والويل يقدر يلبس الملابس ده بالسلامة وتكون حاميا لها. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، مبارك ثمر بطنك يسوع. يا قديسة مريم يا والد الله، صلي لأجلنا نحن خطاة الآن في ساعة موتنا. آمين. لأجل تمجيد الثالوث الأقدس ونقول المجد للآب والابن والروح القدس كما قال في البيت الآن وكل أوان لدانا نقول آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البيت الآن وكل أوان لدانا. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البيت الآن وكل أوان لدانا نقول آمين. مريم أم الكنيسة صلي لأجلنا. باسم الآب، اسم الآب والابن والروح القدس، إله الواحد. آمين.